السلام عليكم الاخوان الاخوات، مرحبا بكم في فلوق جديد في نهار جديد. كنجيبوا هذه الجوله في طمنصورت وهاد الدويره. مبلاش نغيبوا على طمنصورت وصافي، راك عرفتوا الطبيعه، خص ضروري ما مره دو طون زون طون الانسان يدير واحد الدويره في طمنصورت ويشوفوا الدنيا كي دايره. غنديروها نيت اليوم الحد ونطلقوها نيت اليوم. كي دايرين بعدا ياك هانيين؟ كلشي بخير، صحه لاباس؟ نايضة بين المغاربة والجزائريين، نايضة. ايوا، بعض المرات تندير شي فيديوهات على الجزائريين وعلى هذاك الشيء، والله العظيم ما شاء الله وصافي، لان تنشوف بينا راه بينا ما بغاوش يفوتوناش. خلا هذاك واد مبرزطين لنا في الصحراء، دايرين لينا بوليزاري ورغم ذلك ما بغاوش يتفرقوا علينا. هذاك الشيء باش مرة تندير شي فيديو بحال هكا كنهضر فيه وسميتو عليه. وانتم دابا ما غادي نبرزكم بداكشي المسائل السياسيه، خليوها ابار. هذا هو شطر واحد. كي دايرين بعدا ياك هانيين؟ كلشي بخير. هنايا على اليسار الجزيئه ديال الزهره، راه خدامين قربوا يكملوها، غادي ندخلوا منها نشوفوا واش قادو. هذا السوق اللي بغا يديرو هو هذا اللي قدامنا. دخلوا لهاد الجزيرة الزهراء، راه قادو لها سميتو الشوارع دي والداخل ديال الوسط. لوكان معرفوش صاوبو ليهم القدرون، دوزو ليهم القدرون. باقية خدامين فيها، شتي هادي؟ هادو دوك الوسطانيين، السيسان الوسطانيين. اشي جا زوين تبارك الله، هنايا عشتي هنا فين كان السوق قبل. سبحان الله، شويه تيخيب وشويه تيزين. جزيئة الزهراء، ايوا. ما عرفتش نبداو ندوزو من تما ولا لا. خدامين تيديرو في داك البافي ديال الجناب، كملو غير ضربنا فيها دويرة. ندوزو لديك جزيئة الكوثر حتى هي، جزيئة الكوثر حتى هي، راه معرفتش كيفاش ما باقي ما بغاو يطلقو ليهم البني. هاد الجزيئة ديال الكوثر إلا مشات تتلقات ما فيها عمارات، السيسان ديال العمارات ار بلس 3 ما تكون زينة. حتى هادو لي في الزهرة لي في الشارع الكبير ار بلس 3. ندوزو من فوسط هاد الجزيئة ديال الكوثر، هي هادي شتي، الشارع الوسطاني فيها الشجر وهادشي. ونهاية بدا البني هادشي مباقيش يقتلو هاد الشجر. والله إلا مدينة المهن والكفاءات هي اللي بقات فينا الصراحة فاش توقفات، والله العظيم ما كانت غادي كان نكون دابا بقى خدام داك السيد، كان غادي يكملها. كون بقى خدام الدروك كون كملات، ولا يخلاوها تكون هي كملات بعدا ويتسد ديك الساعة حتى يوجدوهم اليوم الفلوس وسميتو عليه، وديك الساعة قدامنا المدرسة ديال مولاي اسماعيل. الشاطر واحد اللي كتشوف فاسميتو في الجامعية، عندك مخبزة ديال بان بريوش. بان بريوش هاد السميات شويه اللي تيكونو روميين صعابي، مثلا هما مولفينهم صعابي يديرو صعب باش تعقل عليهم. ندخلو شويه مع هاد الجزيئة مع الجوامعية. كاين مول الحليب،
ساعة ليبيريا مع اليوم الحد باقي الطونوبيلات عامرين بلوكي الدنيا. مي جيب دويرة في هذيك التوسعة تاع ليبيريا عامرة الدنيا تما كاين اللهم نزيدو في حالتنا. الجمعية هادي هي تقريبا البلاصة اللي عامرة كاع في تمصوت بزاف هي والسعادة و دار الريس اختها هي عامرة. هادو تقريبا النقط اللي تعتبروهم نقط انتخابية تيصوتو المصوتين. وخسير يكونو الناس تيصوتو ديال تمصوت فكاين تقريبا على حسب تقريبا واحد واحد 50,000 ديال 50,000 واحد يقدر يصوت في تمصوت و 50,000 اخرى يقلبو الموازين ديال موازين القوى في اسميتو في الانتخابات كون يصوتو وايلي راه تيقلبو موازين القوى. هدا الحمام حمام ديال الجمعية دي مقاطعة ديال الأطلس اللي كاينة اليمن قدامي تيصلحو لها شي لعيبة تيصلح شي بارسية. هذاك حابس الطريق ما زاد بزز ايوا شتي احنا كنا نجيبو دويره خفيفه ظريفه هنا في طنصورت في هاد النواحي بلاصه اللي عامره شويه في طنصورت في هذاك الشيء. المقاطعه هي هذيك هنا على اليسار ذاك المسجد راه صورت لكم ذاك المره هي هذه زعما الكبيرة. اليوم الحد هذه تقريبا شي 12 قلت ولوت قضية ساكرة شوية باقية القضية ما عمرش بزاف الدنيا الناس أغلبية مسارحين عرفتي الحد تتكون القضية مكالمية شوية. كافي مونتوفالو هذا هو الشارع اللي محرك شويه في الجمعيه ومزيان بعدا ملي داروا هنا في السيكتور هذا داروا الحوانت كون يداروا حتى من ليه والله الا كون يداروا حتى من الجهه الاخرى معرفش انا هي مهرة اللي ما فيهاش الحوانت لتحت ما عرفش علاش تيديروا او لا تيديروا هي الشراجم ديال سميتو لان هذوك الناس اللي تيكونوا ساكنين السفلي اغلبيه تيحلوا حوانت تيشري بارطمان تيشريها ب 25 تي ولي ساكن وتيحل شي بيت تيحلو هي غير قانوني ولكن راه تيديروها الناس هادشي باش من الاحسن اللهم العماره بعدا اللي بناها بعدا على الاقل هو اللي يستافد في الاول يبيع البارطمان بوحدو ويبيع شتي مدينة المياه الكفاءات بقينا كاع تنهضرو عليها. درت واحد المرة واحد الفلوق على هضرت على واحد الفيديو زعما على المشاريع والرؤية زعما كيفاش تتبان لك طنصورت وواش وزعما غادي يكون عندها شي مستقبل من بعد وهذاك الشيء. واش نقول لكم والله العظيم انا بعدا بالنسبه لي راه هضرت في هذاك البلوغ وقلت لكم بانه دير طنصورت راه ماشي شي
هي علاش ما ماشي داروا لها الناس المسؤولين بحال ميكو على شويه؟ علاش؟ لان ربما هذه الازمه هذه ديال المشكل ديال التضخم، المشكل ديال روسيا مع اوكرانيا، ديك الحرب الاوكرانيه والمشاكل دابا ديال اللي كاينه في العالم، كورونا، يعني هادشي تجمعات القضيه وترونات وعطاتك بلوكاج ديال تامنسورت، ماشي غير ديال تامنسورت، راه بزاف ديال المشاريع. هي حنا دابا ما حنا الناس دابا ما ماشي على الاطلاع ب مورا بزاف ديال المشاريع اللي مبلوكيا عبر العالم وعبر كاينين المشاريع اللي خرجوا لهم فلوسهم هادوك ناضيين، كاين المشاريع اللي خرجت لهم واحد لابارتي وعاد غادي تخرج لهم بارتي اخرى في العام الاخر وما اللي تبلوكاو. ما هو بصراحة بالنسبة للمدينة المعيار الكفاءات صراحة كان عليها بعدا على الاقل يخرجوا لها الا كانوا فلوسها خارجين، راه خصها تكمل، خصها تكمل وخص ضروري، خاصة المدينة اللي بقى هشة شوية وبقى ما دايراش، ما الناس ما كيف تنقولوا ما تبتوش رجليهم فيها، بحال تيوقع عليهم بحال احباط، توقع عليهم احباط صافي. من بعد الاغلبيه تيولي تيبان ليه بحال خصو يفرتح، والله يا ربي يقول لك اسيدي انا ان شاء الله صافي. تبنات قاعة متعددة الاختصاصات، شتيها هاد القاعة متعددة الاختصاصات نصوروها صار بوليفالون كان ديال الاجتماعات ديال سولت هذاك السيد قال لك اودي راه علقوا فيها الرايه، يعني راه نهار الاثنين ان شاء الله غادي تحل. ان شاء الله ان شاء الله تحل، احنا حتى حنا اش خلى هذاك بغينا غير بغينا غير تقضى الغراض و هادي متعددة الاختصاصات، بحال كان شي اجتماع على كان شي بحال دابا دوك الجمعيات اللي تيبغيو تكونوا بحال دوك بحال شي جامع عام ديال شي ودادية، بحال غادي تولي تعطي لهم الجماعة بحال شي اجتماع ديال الجماعة مثلا غادي يجي لهاد هادي طلع كاع أي اجتماع عنده طابع ديال طابع مثلا منفعة عامة ممكن يدار هنا، فهمنا هادشي باش بحال مثلا الا كان شي مثلا العامل ولا الوالي ولا كذا جا بغا يدير اجتماع هنا في تمنصورت على ود اسمو، ولا شي مقاول مثلا بغا يدير اجتماع مع الناس ديال الجماعه والمجلس وسميتو على ممكن يدير اجتماع هنا. طلع طلع ما يدار فيها بصراحه، جات في الاوردر تما، لازم داكشي خيرات هاي واحد دار الشباب حربيل، الناس دابا متعرفش على اللعبة ديال حربيل، شتي دار الشباب حربيل، غادي نصبرها لك نشدها لك انفاس، شتي هاهي هادي دار الشباب، باقي مداش الباب وهداك الشي، خدامين عليها. دابا في الشطر 3 هادشي راه غادي بشويه بشويه، واحد المدرسه حتى هي في مدرسه ابتدائيه تنظن حتى هي ان شاء الله راه غادي تحل هذا العام،
عشتها مدرسة ابتدائية غادي تحل هي عشتها عرفتوني انا ضروري ما سول السلام عليكم شريف بخير واش غادي تحل هاد المدرسة هاد العام لا؟ لا ماشي 23 لا ماشي ان شاء الله هي ابتدائيه ياك لا اعداديه هي اعداديه الوراق اعداديه ولكن ما تعرفش السلطات اش بغيو يديروها ايوا صافي الله يرحمها الوريقات وفي البرام ديالها راه لا لا مزيانه بحال هادشي راه بغيتي تشجع الناس يستقروا في طنجة والله العظيم مزيانه هذه اعداديه هي هذه ردوا عليه السي ولا هادشي اللي قلت حيت هذه اعداديه قلت انا هذه تقدر تكون ابتدائيه لا لا شوف هما دابا على حساب العدد ديال الناس انت هذه راه لا خصهم 40 اصاحبي الواحد هذه ايوا غادي يديروا اعداديه واخا الله يرحم الوالدين تبارك الله عليك الله يحفظك ايوا حسونا هذا السيد اللي مكلف بها غالبا غادي يكون هو الحارس انت دابا غالبا غادي يكون هو الحارس هو قال لك اعداديه ولكن حيت كاينه هاد الاعداديه ديال الصنوبر هنا قريب عليها ما عرفتش هنا ما كايناش ابتدائيه خص تكون ابتدائيه نورمالمون خص تكون ابتدائيه وقال لك في الوراق اعداديه ايوا ما شاء الله وكلشي زين شوف خير ما كان والو ما هو قال لك تقدر غادي تحل في شهر 9 ومزيان الا خير خير وعي الناس دابا هادشي قلت لكم انا بالنسبه للناس بشويه بشويه راه المغرب هذا راه ما عندنا والو راه عندنا الفوسفات وما شي شي الفوسفات راه ما شي شي ادي يعني راه الانسان غادي ندقى دقه الحمد لله ناس بزاف دابا تي زرباني المساكن خص البوليس خص كذا البوليس راه ماشي غير تقول البوليس خص يدخلوا خصهم يدخلوا صافي يدخلوا راه هذاك الشيء خصو مقر خصو لوجيستيك خصو فلوس خصو زباله ديال الفلوس انت تقول عيب فمك هكا خاص البوليس يدخلوا ولا تبعها واحد واحد 3 ولا 4 مليار ديال الدرهم وتبعها دغيا هي بغيتي تقولها ويجيو يطبقوها باش تخرجوا على 3 ولا 4 مليار درهم خصات يديروا لها الطريق ايوا ما شاء الله ولكن بطبيعه الحال الناس فاش يهضروا راه حقهم هذاك لان هما انسان جا سكن هنا سكن في مدينه ما سكنش في يلا تنشكركم على حسن المتابعه انا بندور دابا نرجع مع هذا الطريق ولكن حيت غادي يكون داك الشمس داكشي باش قلت اللهم نحبس وغادي شي يكون تصوير مزيان تي ما غاديش يكون تصوير مزيان داكشي علاش شي باش غادي يلا شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله